تقول كيف نتعامل مع المنافقين والعلمانيين والروافض الذين أصبحوا بيننا في السكن وفي كل مكان؟ تعامل في أمور الدنيا بالبيع والشراء والتأجير لا بأس به، أما التعامل الديني لا، لا تتعامل إلا مع المؤمنين، لا تتعامل إلا مع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية.